بسم الله الرحمن الرحيم. درعا مدينة بصر الشام. نحن هنا في المواقع المتقدمة التي تفصل بيننا وبين عصابات الطاغية بشار الأسد وعناصر حزب الله. هنا يقوم عناصر الجيش الحر بمراقبة القناصة والدشم، ويقومون بقمص أي تحرك من قبل عصابات الطاغية. هنا مراقب الدشم ومواقعهم. صور الله. هذه مواقعهم. هنا يتمركز مضاد للطيران لعصابات الطاغية. نتحرك. سليم.